سعادتك اغلى من الحياه والمال. حق الدفاع الشرعي ده موجود قبل القانون، يعني وجد قبل القانون نفسه، فالمتهم ما لقاش بولد غير انه يجري منهم، وده ثابت برضه معليك ويستعين بعصاية يدافع بيها عن نفسه لدرء الخطر. اكتب يا السيرة الذاتية للمتهم على الوزير ان هو بيشتغل موظف عام وبيشتغل في كذا مشروع ولم يسبق اتهامه، وان ان كمان العربية دي عربية الشركة. ففي تقدير الدفاع ان استعانته بعصاية النهاردة يدافع بيها عن نفسه بالنسبة لهذا العدد كان ليها من الضرورة اللي يبررها، لان النهاردة معليك القانون اداني الحق في الدفاع الشرعي واداني في حالة الضرورة، ولكن أنا ما أعددش أداة. خلاص خلاص. شكرا للوزير. شكرا.